لا، قبل ما نبدأ درسنا بإذن الله، أول إشي يعني أود أن أنبه أنه جاءتني ولله الحمد آلاف الرسائل من الإخوة والأحبة من كل الأقطار، من كل بقاع الدنيا، يعني بخصوص المحكمة تواسيني وتدعو لي، ولربما يعني أنا أستشعر أنه البعض يخاف علي أكثر مما أخاف على نفسي. فإخواني يعني هذه مشاعر طيبة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه المشاعر تعم كل إخواننا المسلمين، بين كل إخواننا المسلمين، أن يحب كل مسلم أخوه المسلم كما يحب لنفسه. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يستجيب دعواتكم المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، أكرمكم الله. نكمل إخواني في درسنا، هذا الدرس الثالث الذي نتكلم فيه في أساسات الدين. يعني تكلمنا في درسنا السابق في رحمة الله عز وجل، وقلنا إن رحمة الله سبحانه وتعالى إنما تعني وتقتضي أن يخلق الله سبحانه وتعالى خلق يرحمهم، لأنه هو صاحب الرحمة، يعني أن يحب أن يعطيهم، أن يكرمهم، أن ينعم عليهم، أن يتولاهم، أن يدبر أمرهم. فالرحمة إخواني تقتضي أنه أن تشعر بالسعادة وتشعر بالحب في من ترحمه، يعني كما نفعل نحن يعني مع أبنائنا وإخواننا وأحبابنا. لما أنت تكون رحيم في ابنك فأنت تريد أن ترى هذا الابن سعيد، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الرحمة يحب أن يرانا سعداء سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله نتكلم بإحدى صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكرم. ونتذكر أن صفات الله سبحانه وتعالى إنما هي صفات تكميلية، يعني الله سبحانه وتعالى لما يتعامل معنا لا يتعامل معنا فقط بصفة الرحمة، إنما في نفس الوقت وهو يتعامل معنا بصفة الرحمة وهو يتعامل معنا بصفة الكرم، وأنه غني وأنه قوي وأنه عزيز وأنه جبار وأنه الرازق. كل صفاته يتعامل معنا بها دفعة واحدة، مرة واحدة. فإحنا إخواني إن شاء الله لما نتدارس هذه الصفات، يعني كل صفة نتدارسها لوحدها، بس حتى نحن نقدر يعني نتصور ونتخيل إنه إحنا نصل قليلا في فهم ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إخواني يعني من الأمور التي تستعصي على البشر، نحن نفهم ذات الله سبحانه وتعالى بالكلية، لأنه الله سبحانه وتعالى هو كل شيء وكل مخلوقاته هي لا شيء. بالمناسبة إخواني، يعني قبل ما أنا أبدأ في صفة الكرم، يعني اليوم أحد الإخوان أرسل لي سؤال عبر المسنجر، يقول إنه أحد العباقرة عند الغرب أو في الغرب اللي اسمه هوبكنز، وهو مقعد، يعني يسأل سؤال على لسانه، ويقول هذا الإنسان ملحد وكافر، يعني ويقول ويسأل هذا الإنسان: إذا كنت أنتم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، يعني عن المؤمنين بشكل عام بغض النظر من هم، سواء من المسلمين أو من النصارى أو من اليهود، فيتكلم ويخاطب من يؤمن أن هناك ذات إلهية عليا، فيقول: إذا كنتم تؤمنوا بهذه الذات وتقولوا أن هذه الذات قادرة، يعني القدرة الكلية، فأنا سأطرح عليكم سؤال أجيبوني عليه. والسؤال اللي بيطرحه هذا الملحد ويقول: إن كان الله سبحانه وتعالى قادر كما تقولون، فهل يستطيع هذا الخالق أن يخلق حجر ثقيل جدا لا يستطيع هو أن يحمله؟ طبعا إخواني ننبه أن هذا السؤال إنما هو من أسئلة الشياطين، وإبليس سأل نفسه، يعني أو بدأ يتساءل ويزرع عند الإنسان، يأتي بالوسواس: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يصل مع هذا الإنسان ويقول: ومن خلق الله عز وجل. والأسئلة إخواني طورها إبليس على مر الزمن، حتى أنه أحد الأسئلة جاءتني، أحد الإخوان يسأل ويقول: إن كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فهل يستطيع أن يخلق إله أكبر منه أو أعظم منه؟ وهذه كلها إخواني نفس الأسئلة، يعني تدور في نفس المعنى. وهذه الأسئلة إنما المقصد منها
إيقاع الإنسان في الخطأ، لأنه إذا الإنسان المؤمن حاول أنه يجيب على هذا السؤال، شو قدامه؟ قدامه أنه يقول يا يا لا. فلو فرضنا يعني على سبيل المثال في السؤال، سؤال الحجر، لو قلنا أنه الله سبحانه وتعالى قادر أنه يخلق حجر لا يستطيع حمله، فنقول أن هناك حجر لا يستطيع حمله الله سبحانه وتعالى، وبهذا ننفي الكمال عنه سبحانه وتعالى. أما إن قلنا أنه لا، الله سبحانه وتعالى غير قادر على خلق هذا الحجر، فننفي عن الله سبحانه وتعالى أيضا الكمال، كونه لا يستطيع خلق هذا حجر. ونقول أن الإنسان المؤمن لا يجيب على مثل هذه الأسئلة، ولا حتى أنه يتفكر فيها، ولا يضع نفسه موضع المسؤولية أمام مثل هذه الأسئلة أمام الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم إخوان أن الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، أنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد عز وجل، ونعلم أنه سبحانه وتعالى هو صاحب كل شيء، ونعلم أنه كل شيء عدا الله هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، وكل مخلوقات الله يعني لما نقيسها نقارنها مع ذات الله سبحانه وتعالى تصبح هذه المخلوقات لا شيء. فكل خلق من خلق أو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات ضعيفة ومحتاجة لله سبحانه وتعالى. فمثلا إخواني، من أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نأتي ونقارن السماوات والأرض، نقارنها مع كرسي العرش، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كرسي العرش إلا كحلقة في فلاة، وفي رواية كسبع دراهم في ترس. ويقول أيضا: وما كرسي العرش في العرش إلا كحلقة في فلاة، أو أيضا كسبع دراهم في ترس. يعني كل السماوات والأرض، يعني نطلع السماوات والأرض، إحنا نتكلم عن سماء الأرض، ونتكلم عن السماء الدنيا، ونتكلم عن السماوات السبع العلى، هدول مع بعضيهم إذا إحنا جينا نضعهم في كرسي العرش يصبحوا مثل سبع دراهم في ترس، أو كحلقة في فلاة، يعني إسويرة أو خاتم صغير في صحراء كبيرة. فلما نقول وننظر فقط للسماء الدنيا، السماء الدنيا اللي من ناحية علمية علماء الفلك يسموها الكون، شو بسموها؟ الكون، اليونيفيرس. هذه السماء تتكون من مجرات، وكل مجرة تتكون من مجموعات شمسية، وكل مجموعة شمسية تتكون من شمس مع مجموعة من الكواكب، وبعض الكواكب لها أقمار. يعني يقدر العلماء أن في الكون هناك 1,000,000,000 أو خلينا 1,000,000,000,000، يعني 1,000,000,000,000 مجرة، في كل مجرة 1,000,000,000,000 مجموعة شمسية. يعني هذا العدد الرهيب لا يمكن العقل أنه هو يتصوره، يعني أنا لا أستطيع أن أتصور هذا المقدار الكبير. يعني من ناحية مساحة يقدر العلماء أنه عرض السماء الدنيا اللي هي الكون 156 مليار سنة ضوئية. يعني إذا إحنا قلنا نقطة الضوء، إذا أنا مشيت نقطة الضوء، لما أقول واحد يعني ثانية، نقطة الضوء تدور حوالين الأرض 9 مرات في الثانية الواحدة، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، في الثانية الواحدة. يعني نقطة الضوء عشان تقطع السماء الدنيا من أولها لآخرها بدها 156,000,000,000 سنة حتى تقطعها. من يستطيع أن يتصور هذا المقدار العظيم في عرض الكون؟ فنحن غير قادرين على أن نتصور هذه المقادير، وهذه المقادير لسه في السماء الدنيا، وما بالكم في السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. يعني يصبح أو تصبح الكمية عظيمة جدا 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 جدا. وهذه السماوات والأرض في كرسي العرش كحلقة في فلاة، وكرسي العرش في العرش كحلقة في فلاة. فنقول إخواني، كل المخلوقات على عظمتها وضخامتها إنما هي مخلوقات ضعيفة جدا جدا أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يكفينا. فكل مخلوق لله ضعيف محتاج ويصبح لا شيء،
عشان هيك لا يجوز انه انا اسال مثل هذه الاسئله، لانه هذه الاسئله انما هي جراه اتجرا فيها على ايش؟ على الله سبحانه وتعالى. انا اتجرا في مثل هذا السؤال على اني يعني اقوم بافتراض شيء لا يصح على ذات الله، وانا لا يعني علمي قليل ومحدود امام هذه الذات الالهيه له سبحانه وتعالى تعالى في علاه عز وجل. فنأكد إخوان هذه الأسئلة إن طرحها عليكم أي إنسان فبكل بساطة يعني نقول لهذا الإنسان الملحد الكافر الذي يشكك بهذه القدرة الإلهية، دعنا نراك يوم القيامة وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، دعنا نرى جرأتك أنك تسأل هذا السؤال لله عز وجل، ونرى ماذا سيحدث لك أمام الله سبحانه وتعالى. فمن منا سيتجرأ أن يسأل ويطرح مثل هذه الأسئلة التي يعني فيها جرأة عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى في أو أمام الله سبحانه وتعالى؟ الآن في هذه الدنيا يعني أنت في مأمن نوعا ما، مأمن في نوعا ما، نوعا ما، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك وقال إنه هذه الدنيا جنة الكافر. فأنت تحيا في فترة تسميها أنك أنت عايش في جنتك، الكافر المحمد عايش في جنته، فهو لأنه عايش في جنته يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنعوذ بالله من شر الشياطين، ونعوذ بالله من شر الملحدين والمشركين، ومن شر المشككين في ذات الله وقدرة الله بإذن الله. هذا إخواني يعني بالنسبة لهذا السؤال. كمان سؤال إخواني يعني في بعض الإخوان يعني أنا طلبت منهم، وهلأ أحد الإخوان يتكلم ويقول إنه ناسا تشكك أو ناسا يعني تخدع المسلمين. إخواني ناسا من الكفار، هذا ما لا شك فيه. نحن نتبع أوامر القرآن الكريم ولا نتبع أوامر ناسا ولا غيرها ولا غيراتها. نحن لنا بالقرآن الكريم، وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. شو معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى لما يقول أولم يرى الذين كفروا يعني الذين كفروا قد رأوا، ولما يقول سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا هذا كلام موجه للمسلمين، كأنه الله سبحانه وتعالى يقر لنا أن هذه المعلومات التي تتعلق بالسماوات والأرض والتي تأتي من الكفار إنما هي معلومات صحيحة بحسب أو خلينا نقول تتوافق في معظمها مع شريعتنا. فعشان هيك إخواني يعني نكف عن أنفسنا هذا النقاش، ونذكر إنه هناك بعض الجهات التي تشكك بالحقائق العلمية التي تتوافق مع الشرع لأذية الشرع نفسه، حتى يشككوا بالدين بقال الله وبقال الرسول، حتى أن توصل الناس تتكلم في أمور لا تتوافق مع العلوم الثابتة من المسلمين، ويصبح هؤلاء يتكلموا كأنه هو بده يفسر القرآن. يعني وللأسف إخواني يعني بيحكي معي بعض الأشخاص ما بيعرف، خلينا نقول في العامية في المثل، مش عارف الخمسة من الطمس، أو خلينا نقول مش عارف كوعه من بوعه، وبقعد يجادلك إنه الأرض مسطحة وهو لا يعلم، ما في عنده علم من مرة ولا بأي حال من الأحوال، وبقعد يناقشك وبده يقنعك إنه الأرض مسطحة، في حين من فهمنا للقرآن الكريم يكور الله سبحانه وتعالى يكور، كلمة يكور التكوير موجودة ما بين الليل والنهار، ولا يكون هذا التكوير ما بين الليل والنهار إلا أن تكون الكرة الأرضية مكورة، وعملية التسطيح إنما هي تسطيح على مد البصر، يعني لعظمة وضخامة الأرض، عرض الأرض أو قطر الأرض خلينا نقول 42 ألف كيلو متر، هذا العرض الكبير. شو معنى؟ معناه أنت لا تستطيع وأنت بحجمك خلينا نقول مترين إلا شوي، متر وثمانين سنتي، أنك أنت ترى بعينك المجردة تكور هذه الأرض إلا أن ترتفع مسافة عالية في السماء حتى ترى هذا التكوير. عشان هيك إخواني لا نريد جدال في هذا الأمر. إذا أنت مقتنع أن الأرض مسطحة
خلي قناعتك عندك، ولكن انا انصحك انك انت ما تنشرها وما تتكلم فيها، لانك انت تضر فيها من حيث لا تدري، وتدخل جدل بينك وبين اخوانك المسلمين، ونحن في غنى عن هذا الجدل. اما انا يعني انا تكلمت وقلت هذا الموضوع انتهى بالنسبة لي، يعني لا اريد ان اجادل فيه. اذا كان في حدا عنده اي سؤال، سؤال وليس جدال، انا دائما مستعد ان انا اجيب. يعني كثير اخواني، كثير من الاخوان نتكلم في امور ثم بيجي بقول لك يعني اللي انت تكلمت فيه يا شيخ خطأ، انا اصمت ولا اجيبه. اما لو كان في عنده سؤال وسأل يا شيخ اللي انت حكيت فيه كذا، الا يحتمل معناه كذا وكذا، يعني لما يأتي بصيغة السؤال ولما يأتي بأدب الخطاب، انا مستعد ان انا اتكلم معه وان انا اناقشه وان انا امشي معه. اما لما يجي يوقف ويقول لك انت اللي بتحكيه خطا، ما خلص هو اللي عنده صح، ونكتفي بهذا الشيء. ونذكر بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، انه الرسول عليه الصلاه والسلام يتكفل بربض الجنه لمين؟ يعني انه يتكفل بالجنه لهذا الشخص، لمن ترك المراء اللي هو الجدال ولو كان على حق. فنحن لا نريد أن نجادل ولا نريد أن نناقش أمور يعني انتهينا من دراستها وتدارسها وقناعاتنا فيها، يعني مكتملة والحمد لله، إلا أن يكون هناك شيء يعني أو شخص يحتاج فعلا أنه يوصل للصواب، وقتها إحنا لا بأس إحنا نكمل في هذا الباب. نكمل إخواني، نعود إلى صفة الكرم الرباني. أول شيء يعني نتكلم ما هو الكرم. الكرم إخواني هو العطاء، أن تحب العطاء، حب العطاء، هذا هو الكرم. يعني أنه يكون قدامك إنسان وأنت لما تنظر لهذا الإنسان شو بتقول؟ أنا والله حابب أنه أنا أعطيه، أهديه، أناوله الشيء، يعني أنظر أنه في عندي إشي وهو مش موجود عنده بدي أعطيه منه. بالعكس، ممكن أنه أنا أحرم نفسي من هذا الشيء وأعطيه للإنسان الآخر. يعني قد يصل الكرم إلى الإيثار. والصالحين اللي سبقونا يعني إحنا لن نستطيع أن نصل إلى درجة كرمهم، يعني كانوا يقولوا في العطاء، كانوا يقولوا إعطاء النصف، إعطاء النصف يعني نص اللي عندك نقيصة، وإعطاء الكل فضيلة. يعني كان يقول لك انا لما بدي اعطيه بعطي كل اللي عندي، اني اعطي نص اللي عندي هذا مش كرم، ما بيعتبره كرم. هون يعني من منا يستطيع على هذا الشيء؟ يعني احنا في زمننا نعلم انه هذا الشيء يعني شبه مستحيل، والبعض يعني لربما قال عنه سفه، ولكن اخواني كان في كرم عند الناس احنا حاليا ما بنشهده وما بنستشعره. انما خلينا نرجع لكرم الله. يعني تكلمنا وقلنا انه الكرم هو حب العطاء، حب العطاء. ولكن اخوان حتى نحن نفهم الكرم، حتى نحن نفهم الكرم يجب ان ننتبه، يجب ان ننتبه انه العطاء يجب ان لا يكون مشروط ببدل. حتى انه يكون كرم لازم يكون هذا العطاء غير مشروط ببدل. كيف يعني غير مشروط ببدل؟ اذا انا مثلا على سبيل المثال يعني اخرجت من جيبي شيء وأعطيته لأخونا الكريم، وزع الله بينك افتح وزع، أعطيته للأخ وقلت له يعني هذا عطاء مثلا على سبيل المثال. هلأ هذا العطاء إخواني إذا أنا كنت أنتظر من هذا الإنسان بدل إنه هو يسدني إياه في يوم من الأيام، هذا لا يكون كرم، إنما يكون دين. زي على سبيل المثال يعني هناك عادة عند الزواج أن يقوم الناس بتقديم إشي بنسميه نقوط. النقوط يعني من النقطة، يعني الشيء اليسير. الله يكرمك ويبارك فيك، حبة بس حبة والباقي خلي يوزع إن شاء الله. الله يكرمكم إن شاء الله. فهذا في الأعراس أو في الأفراح عند الزواج لبعض الأشخاص، يعني يقوم الأشخاص بروح واحد عند هذا المتزوج الجديد وبنقطه، يعني يعطيه مبلغ صغير من المال، فيكون المبلغ يتجمع من مبلغ صغير من مجموعة كبيرة من الأشخاص، يصبح عنده إيش؟ رصيد مالي يتقوى فيه على هذا الزواج. وهذه من العادات الحسنة اللي موجودة، وبالأخص عندنا في المجتمع العربي والإسلامي، وبالأخص عندنا في فلسطين.
ولكن أنبه أن هذه العادة يعني إذا قام إنسان بإعطاء هذا المتزوج هذا المبلغ المالي وراح سجله على دفتر عنده، فتح دفتر شو سماه؟ دفتر النقطة، إنه أنا في يوم كذا ورحت لفلان الفلاني وشو أعطيته؟ أعطيته مثلا 200 شيكل أو 100 شيكل أو 500 شيكل سجلها. هل هذا يصبح كرم؟ بطل كرم. شو أصبح اسمه؟ أصبح اسمه دين، لأنك شو سويت؟ سجلته. وهذا السجين يعني الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ إذا تداينتم بدين إلى إذا أجل مسمى فاكتبوه. فأنت لما كتبته شو سويته؟ سويته دين. في حين لو أنت ما كتبته شو كان؟ نعتبره كرم. هذا الكرم يعني ما بتنتظر من هذا الإنسان السدد. فنقول حتى إنه الكرم يكون كرم ولا يكون دين، شو لازم يكون؟ مشروط بعدم الأداء. هلا لو سألنا الأشياء اللي إحنا يعني نمتلكها، يعني خلينا نقول أولا أجسادنا، نظرنا، سمعنا، قوتنا، حولنا، مشيئتنا، الأرض اللي بنمشي عليها، الهواء اللي بنتنفسه، الطعام اللي بناكله، الماء اللي بنشربه، الشمس اللي بنتدفى فيها وبنتقوى فيها، كل هاي الشغلات اللي حوالينا من شو بنقول؟ من الله عز وجل. طب كيف وصلتنا؟ وصلتنا من رحمته وكرمه، برحمة الله وكرمه، يعني أعطانا إياها لأنه كريم. فنقول هذه الأمور لله سبحانه وتعالى أعطانا إياها في الدنيا أو راح يعطينا إياها في الآخرة، معناها الله سبحانه وتعالى لما يعطينا إياها هل ينتظر منا بدل منها؟ نقول لا، لا ينتظر منا شيء سبحانه وتعالى، لا ينتظر منا شيء. وهذا الأخواني يعني تكلمنا في الأمس في معنى العبادة، وقلنا في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني عبادتنا لله سبحانه وتعالى هي ليست سداد نسد فيه الله عز وجل أنه خلقنا، لأنه لو كانت سداد لنفينا عن الله سبحانه وتعالى صفة الكرم، لأنه الكرم شو بتعني؟ عدم السداد، العطاء مع عدم انتظار هذا السداد. فتصبح العبادة إخواني كما تكلمنا في الأمس حاجة للمخلوق وليست حاجة لمين؟ للخالق. يعني خلينا نقول كالآتي، يعني أنت في صباحك يعني أفقت وحضرت ولادك للمدارس وبدك تعطي كل واحد إيش؟ مصروفه. أنا ولت الأولاني 10 شيكل، الثاني 5 شيكل، الثالث 15 شيكل، حسب سنه، حسب حاجته، مدرسته، جامعته، كل واحد أعطته مصروفه. شو جيت قلت للولد؟ إذا عرفت انك انت اشتريت في المصاري على سبيل المثال دخان سجاير ودخنت في المصاري، شو معناه؟ معناه راح احرمك من المصروف. السؤال، انت لما تكلمت مع هذا الابن بهذه العبارة تكلمت لانك انت بدكش تعطيه المصاري، ولا انت بتحبه ولانك بتحبه تكلمت معه بهذا المنطق؟ فكانت هذا من محبتك إله إنك أنت تكلمت معه بهذا المنطق، لأنك أنت بدك إياه يتصرف الإشي اللي فيه مصلحة لإله. فالله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالشيء يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، فشو المقصد؟ المقصد إنه الله سبحانه وتعالى بيقول لك هذه الشغلة اللي بدك تسويها فيها مصلحة إلك، وهي الشغلة اللي ممنوع تسويها إذا أنت سويتها شو فيها؟ فيها تهلكة إلك، أنت راح تضر فيها لحالك. فالأوامر والنواهي إنما هي تعليمات الله سبحانه وتعالى يعطينا إياها حتى نفيدني فيها أنفسنا، وإذا أنا نفذتها شو بكون؟ أنا عبدت. شو يعني عبدت؟ يعني أجبرت نفسي إني أنا أطيع الله، وهذا معنى العبادة. شو هو العبادة؟ التعبيد. التعبيد إنك أنت تذلل نفسك لقبول تنفيذ الله سبحانه وتعالى بإفعل ولا تفعل. فالعبادة إخواني معناها هي انك انت ترغم نفسك انك انت تنفذ اوامر الله وتنتهي عن النواهي اللي الله سبحانه وتعالى نهاك عنها، لانه هذه الاوامر فيها مصلحة لك ولانه هذه النواهي فيها مضرة لك. هذه هي العبادة. معناها مصلحة العبادة اخواني لمين؟ إلنا ولا لله عز وجل؟ يعني لو سألنا شو ممكن اني انا اقدم او ازيد عند الله لما اعبد الله عز وجل؟ هل سيزداد ملك الله سبحانه وتعالى؟ هل سيزداد علمه؟ ما احنا تكلمنا في الصفات في الدرس الاولاني، تكلمنا انه اهم شيء
يتصف او اهم الصفات لصفات الله سبحانه وتعالى انها ثابته لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تزداد ولا تنقص. صفات الله سبحانه وتعالى ثابته، فليس عندي ما استطيع ان ازيد فيها بصفه من صفات الله سبحانه وتعالى او انقص فيها صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. معناه نقول معناه ان كل العباده هي مصلحه للعابد، للعباد، للعبيد، مصلحه إلنا احنا لما نعبد الله سبحانه وتعالى، وليس هناك مصلحه لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ان العباده ليست سداد لايش؟ لكرم الله سبحانه وتعالى، وكرم الله لا يقتضي السداد. عشان هيك بنرجع كمان مره لما تكلمنا في صفه الرحمه، قلنا انه الله سبحانه وتعالى قال انه علمنا انه هذه الجنه اللي احنا راح ندخلها شو هي؟ هي برحمه الله سبحانه وتعالى. يعني ما في الله سبحانه وتعالى ما بده اياك، ما بده اياك انك انت شو تسوي؟ انك انت تسوي الشيء عشان تدخل الجنه، هو بده يرحمك عشان تدخل الجنه. يعني خلقنا من رحمته ومن كرمه، والمقصد من الخلق انه احنا شو نكون؟ نكون من اهل الجنه، وما بده اياك تسوي اي شيء، فقط انك انت تقبل عطاءه سبحانه وتعالى وتقبل كرم. فان نحن قبلنا هذا الكرم كنا من اصحاب الجنه، وان لم نقبل هذا الكرم فهذا امر اخر، بصير امر اخر. نعم، اهم صفه لازم نعرفها واهم شيء يتعلق بكرم الله سبحانه وتعالى ان كرم الله ليس مشروط بسداد، ليس مشروط بسداد، هو كرم من الله سبحانه وتعالى باتجاه واحد، باتجاهك يا مخلوق، ان الله سبحانه وتعالى يريد ان ينعم عليك بهذه النعم. وكل ما نملكه وكل ما نتمتع فيه وكل ما حولنا من الله، كل من عند الله سبحانه وتعالى. فكل شيء انت تنتفع فيه من هذه النعم انما هو من عند الله. ولو احنا حاولنا انه احنا نحصي كم علينا من نعم الله سبحانه وتعالى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولا يمكن ولا باي حال نتمكن ان نحصي نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هذا اخواني لازم نتذكر. هلا في كمان نقطة مهمة جدا يجب ان نفهمها بصفة الكرم، لازم ان نفهمها بحول صفة الكرم، الا وهي ان كرم الله سبحانه وتعالى يكون خياري وليس اجباري. من اول نقطه تكلمنا فيها انه كرم الله سبحانه وتعالى مش مطلوب منك انك انت تسده. هلا النقطه الثانيه شو بنقول؟ كرم الله خياري وليس اجباري. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان ينعم عليك، يعني هذه البسكوته على سبيل المثال انا قلت تفضل بسم الله اعطيتها للاخ الكريم، لو هو رفضها مني قلت له لا بدك تاخذها غصبا عنك، هل يصبح هذا كرم؟ ما يعود كرم، انتهى، بطل كرم. فالكرم حتى انه يكون كرم، حتى انه انا اكون كريم، يعني لو انا مثلا سويت لك وجبه غداء وعزمتك على غداء وقلت لك تعال تناول هذا الغداء، وسالتك حتى سالتك ايش اللي انت بتحبه عشان شو يكون كرمي اصيل. يعني الكرم الاصيل انه مش والله انا اقول لك ايش انت بتحب، تقول لي والله انا بحب الدجاج شو اسوي لك؟ اسوي لك على سبيل المثال شوربه، وتقول لي بحب الشوربه شو اسوي لك؟ اسوي لك لحمه، اللي بحب الملوخيه شو اسوي لك؟ اسوي لك شيء ثاني. انه هذا شو بيعني؟ بيعني انه انا مش كريم، لانه شو بدي اسوي؟ بدي اسوي شيء انت ما تستفدش منه. يعني احنا يقال في الامثال تبعتنا انه في بعض الناس اللي كان عندهم بيارات واراضي وكان في عندهم شجر تين، اذا كان يجي عنده ضيف ينزل ضيفه على فين؟ على شجر التين، وشو يقول لابنه؟ تقول له لما تشوفه صار يفتح التينه ندي على الغداء. هلا هذا شو اسمه كرم اخواني؟ مش كرم. ليش؟ لانه هذه اشاره لايش؟ انه لما يفتح التين خلص شبع، لما هو جوعان شو بكون؟ بكون ياكل التينه طوالي، اما لما بده يفتحها شو معناه؟ معناه في شبع. معناه اخواني كمان نقطه، خلينا نحاول قدر الامكان نحصر معاني الكرم. قلنا اول شيء الكرم يجب ان يكون بلا مقابل، الكرم يجب ان يكون ايش؟ خياري. شو يعني خياري؟ يعني اني انا ما اجبرك على كرمي، فإن أنا أجبرتك عليه لم يعد كرم. والشغلة الثالثة حتى يكون الكرم أصيل إنه أنا أتخير لك أفضل ما تحبه. يعني شو اللي أنت بتحبه أسوي لك إياه؟ أجي أسألك والله شو بتحب يا فلان؟ بتقول لي والله أنا بحب كذا وكذا 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 وكذا.
فطلع. هلا مقدار كرمي شو بقول؟ بقول انه انا انتقي لك اشي من اللي انت سويته، هذا كرم ولا مش كرم؟ مش اللي انت طلبته. اذا انا انتقيت لك اشي من اللي انت طلبته، يعني والله قلت لي هاي الاحتمالات اللي انا بحبها، بحب هدول الاربع طبخات، طيب ما بالك لو انا سويت لك الاربع طبخات بنفس الوقت وعزمتك عليهم وحطيتهم قدامك؟ شو معناه؟ معناه هذا الكرم اصيل، لانك انت حطيت كل الخيارات اللي بتعرف انه اللي قدامك بحبها قدامه حتى يختار منها، مش انك انت بدك تفرضه حتى على شيء معين من الاشي اللي هو بحبه، لا، حتى في الشغلات اللي هو بحبها حطيت له كل الاحتمالات. فهذه اخواني كمان نقطة مهمة حتى نحن نفهم فيها كرم الله. عشان هيك اخوان لما الله سبحانه وتعالى خلقنا شو من صفة الكرم ومن صفة الرحمة، تعلمنا صفة الرحمة ولا مع الكرم مع بعضهم؟ نجمع التنتين مع بعضهم، رحمة الله وكرم الله. من رحمة الله وكرم الله انه شو يسوي لنا؟ بده يعطينا عطاء. هذا العطاء شو لازم يكون؟ خياري، ولازم ما يكون عليه شرط سداد، ولازم يكون فيه كل الشغلات اللي انا ممكن اتخيلها. طب ما بالك اخواني لو انا على سبيل المثال وضعت لك انا والله بحب كذا وكذا وكذا وكذا، وانا قلت في اشي هو لسه ما بيعرفوش انا بعرفه وما خطرش على باله، بس انا خطر على بالي، وشو بدي اسوي؟ بدي احط له اياه من الخيارات تبعته. شو معناه؟ معناه انت اللي بتحب اللي قدامك ولا ما بتحبه؟ معناه انت بتحب اللي قدامك حب عظيم. فانت لما تحط له خيارات اخرى ايضا لم تكن عنده بالحسبان ضمن الخيارات اللي موجودة، شو بتعطيه؟ بتعطيه دفعة ان حبك له عظيم واصيل. فمعناه يا اخواني لما الله سبحانه وتعالى خلقنا وننظر لرحمته وكرمه يتوافق مع هذا الخلق انه شو يخلق لنا؟ يخلق لنا مكان يكون فيه كل ما نتمناه، كل ما يخطر على بالنا، وايضا ما لا يخطر على بالنا من نعم الله. هذا المكان شو سماه سبحانه وتعالى؟ الجنة. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقنا شو خلق لنا؟ الجنة. هذا يتوافق مع ايش؟ مع صفة رحمته وصفة كرمه سبحانه وتعالى. ولكن دخولنا للجنة شو لازم يكون؟ لازم يكون عدم مشروط بعطاء منا لله سبحانه وتعالى، لانه هذه احنا ما نتكلمش عن صفاتنا، نتكلم عن مين؟ عن صفات الله. الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الرحيم، فيجب ان يكون مشروط، يعني يجب ان يكون دخولنا الى الجنة بايش؟ برحمة الله سبحانه وتعالى وبكرم الله سبحانه وتعالى. وايضا يجب ان يكون دخولنا الى الجنة مشروط بايش؟ بموافقتنا الدخول، ان يعرض علينا سبحانه وتعالى ويقولنا ايش هي الجنة، بتقبلوا تدخلوها ولا ما بتقبلوا؟ لانه لو اجبرنا عليها سبحانه وتعالى لا انتفى عنها اسم الجنة، وشو اصبحت؟ اصبح افضل شيء نحط عليها سجن. ليش؟ لانه اذا انا وضعتك في مكان رغما عنك شو اصبح هذا المكان؟ سجن. حتى لو كان قصر، حتى لو كان افضل القصور، افضل القصور شو يصبح؟ يصبح سجن. فيجب ان يكون دخولنا الى الجنة بايش؟ بموافقتنا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وخلق سيدنا ادم واخذنا من ظهر سيدنا ادم شو سألنا؟ سألنا ألست بربكم؟ وفي الحديث بين لنا سبحانه عليه الصلاة والسلام انه اللي وافق على هذه الربوبية وعلى هذا الشرط انه شو في له عليها؟ ووعدهم عليها الجنة. يعني اذا انت قلت ألست بربكم شو في لك؟ الجنة. او خلينا نعكسها، اذا انت بدك تدخل الجنة قول انه انت موافق، تعتبر انه الله سبحانه وتعالى هو الرب، فيصبح موافقتنا على ربوبية الله سبحانه وتعالى هي قبولنا لايش؟ لدخول الجنة. وهذا مصداق لأحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني الشغلة خيارية اختيارية، أنت تختار دخولها أو لا. فإن دخلت الجنة، في الجنة شو فيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ففيها كل ما تشتهيه الأنفس من الطيبات، ما نعلم وأتوا به متشابها يشبه نعيم الدنيا، ولكن على طعم ورائحة ولذة تختلف آلاف ولربما ملايين الأضعاف مما نعلم في هذه الدنيا. عشان هيك إخوان نقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنكون من أهل الجنة. من اسم إيش هذا اللي بنعرفه؟ من اسم الكريم. خلقنا سبحانه وتعالى لنكون من أهل الجنة، ولكن سألنا إن كنا نريد أن ندخل الجنة ولا لا. هو العلة إخواني تكلمنا، يعني إحنا تكلمنا في درس سابق سميناه علة الخلق، وقلنا إنه لما سألنا سبحانه وتعالى ألست بربكم، قالت الذرية بلى. إنما كان في مشكلة إنه بعض أو جزء من هذه الذرية كان يكذب وقال بلى كذبا، يعني قال بلسانه بلى ولكن بقلبه كان في إيش؟ في ضامر شيء آخر إنه ما بده يدخل الجنة، أو إنه ما بده يقبل ربوبية الله في دخوله للجنة. فعشان هيك الله سبحانه وتعالى يأخذ الإجابة مش من اللسان، من فين بيأخذ الإجابة؟ من القلوب. فالقلوب الناس انقسمت فيها إلى قسمين، منهم من قال بلى صادقا ومنهم من قال بلى كاذبا. وقلنا يا إخواني يعني للي بيرجع لهذاك الدرس، ولكن يعني لا حتى يكون في نفس الموضع، يعني نعيد ما تكلمنا فيه في درسنا السابق ونقول إنه لو الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، هم فعليا انقسموا لسعيد وشقي، الصادق هو السعيد والكاذب هو الشقي، انقسموا لأهل الجنة وأهل النار. لو فعليا سبحانه وتعالى أخذ الصادقين وأدخلهم الجنة وأخذ الكاذبين وأدخلهم النار، وإحنا ما بنعرف إن شاء الله إحنا وإياكم من أهل الجنة، ولكن لو فرضنا أنه إحنا في الجنة ونظرنا إلى أهل النار، راح نتساءل بين أنفسنا، طيب هدول قالوا بلى مثلنا مثلهم، فلما هم في النار؟ لربما سخط علينا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات وأخرجنا من الجنة وأدخلنا النار. ولكن من كرم الله ورحمة الله إنه بده إيانا لما نكون موجودين في الجنة شو مالنا؟ نكون مطمئنين آمنين. شو سماها؟ شو قال لسيدنا آدم؟ أسكن السكينة، شرط أساسي لوجودنا في الجنة. يعني ما بده إيانا نشعر إنه ممكن الله سبحانه وتعالى يسخط علينا، يعني بده إيانا نعرف إنه الله سبحانه وتعالى لما يدخلنا الجنة يرضى عنا ولن يسخط عنا بعدها أبدا. فحتى ما يكون هذا الشعور موجود في أنفسنا، الله سبحانه وتعالى أهبطنا إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا، أنزلنا إلى الأرض وللنا يعملوا، يعني تكلموا واعملوا. فهلأ بمقارنة الأقوال مع الأفعال يستطيع كل منا أن يعلم وأن يتوقع ما يوجد في قلب الآخر. يعني لو واحد قال لي شيء ولكن فعل شيء آخر، شو بقول عنه؟ هذا الزلمة مش صادق، بكذب علي، بحكي لي إشي بسوي إشي تاني. فأستطيع أن أستدل على أنه هو يكذب بإيش؟ بمقارنة أقواله بأفعاله. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتعلم عن هذا الكافر أنه كاذب. عشان هيك الله سبحانه وتعالى من الابتداء قلنا في سورة البقرة لما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا يعني فصلت من الآية 6 للآية 10، يقول سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، مش بما كانوا يكفرون، يعني أساس كفرهم هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، إنهم كذبوا على الله في السماوات وقالوا بلى كذب. معناه يا إخوان الله سبحانه وتعالى هو الكريم، وكل ما نملك وكل ما نتمتع فيه من نعم في هذه الدنيا إنما هو من كرم الله، وكرم الله سبحانه وتعالى خياري وليس إجباري. فإما أن نختار هذا الكرم وندخل بهذا الكرم الجنة،
أو إن لم نختر الجنة نكن قد اخترنا إيش؟ النار. وكل ما في الدنيا إنما هو من كرم الله، وكل ما في الآخرة أيضا من كرم الله. ولكن لو سألنا الكرم المعتبر أين يكون؟ هل يكون في الدنيا ولا يكون في الآخرة في الجنة؟ الكرم الحقيقي إنما هو في الجنة. عشان هيك يا إخوان لما نقارن ما يحدث معنا في الدنيا مع ما يحدث معنا في الآخرة، الله يكرمك ويبارك فيك يجزيك خير، لما نقارن ما يحدث معنا في الدنيا مع ما يحدث معنا في الآخرة شو منقول؟ منقول إنه في الدنيا أي نعم في تكريم، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم في البحر وفي البر، الله سبحانه وتعالى كرمنا، ولكن هذا التكريم تكريم الدنيا ومقارنة مع الآخرة بيسقط. فنستطيع أن نقول إنه إحنا في الدنيا حتى لو كنا في حالة تكريم إلا إنه يعني الله سبحانه وتعالى قد يفضل بعضنا عن بعض في الدرجات في الدنيا، والتكريم الحقيقي هو مكان في الجنة، كرم الله نراه على حقيقته فين؟ إن شاء الله في الجنة. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم شو بقول عند الله أتقاكم، يعني الكرم، ما قال إن أفضلكم عند الله أتقاكم، شو قال؟ إن أكرمكم يعني أكثر ما يكرم الله سبحانه وتعالى عباده عفين عند الله، عنده في الجنة. وهدول مين بدهم يكونوا؟ الأتقياء. فنقول إخواني يعني هذا موضوع قد ينقلنا إلى بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين. والبعض يظن أن هون التفضيل إنما هو تكريم، هون نقول أي نعم التفضيل هو تكريم، ولكن لو سألنا أيهما أفضل، تكريم اللي هو تفضيل بني إسرائيل في الدنيا ولا تكريم المسلمين في الجنة؟ شو منقول؟ تكريم المسلم اللي بده يكون في الجنة أعظم مليارات مليارات مليارات، عد لما تقول بكفي من المرات، من إيش؟ من التفضيل في الدنيا. فلو الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل عن المسلمين في الدنيا فهذا تفضيل مؤقت، عمر الدنيا والدنيا إلى زوال. ولما أصعد عند الله سبحانه وتعالى شو فيه لي؟ فيه لي تكريم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى جعلنا هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر. عشان هيك لو الله سبحانه وتعالى فضل الكافر في الدنيا على المؤمن مش معناه تفضيل كامل في الدنيا، نقول فين؟ في الدنيا، ولكن عند الله هو تكريم عظيم. عشان هيك يا إخوان نقول إنه من كرم الله سبحانه وتعالى أو أعظم كرم نراه عند الله إنما هو الكرم في الجنة وليس الكرم في الدنيا، لأنه كرم الدنيا سيكون على حد سواء لمين؟ للمؤمن والكافر. الله سبحانه وتعالى سيكرم المؤمن والكافر في الدنيا على حد سواء، على العكس لربما أكرم الكافر في الدنيا أكثر مما يكرم المؤمن، حتى أنه تصير هذه الدنيا جنة للكافر وتصير سجن للمؤمن. ولو سأل سائل وقال طيب ولما تكون الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن؟ نقول هذه حاجة من الحاجات الضرورية حتى نحن نقدر نرى ما في قلوب هؤلاء الكفة. يعني تصور انه الكافر الله سبحانه وتعالى جعله ذليل واقل من المؤمن، سيكون هذا الذليل اخوان الكافر ابتدأ كفره بالكذب، عشان هيك لن يتوانى انه يكذب من جديد على المؤمنين ويقول لك والله انا يعني مسكين وانا منيح وانا مؤمن وانا بآمن بالله سبحانه وتعالى وبآمن في اليوم الاخر وانا ماشي زي زيك، راح يكذب عليك. يعني راح يصبح من كاذب، شو راح يصبح؟ منافق، راح ينافقك لانه هو اصلا كذاب. ولكن لما الله سبحانه وتعالى يفضل الكافر ويرفعه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليه؟ ليبلوكم فيما اتاكم، حتى ان الله سبحانه وتعالى يمحص قلوبكم. فلما يرفع الكافر فوق المؤمن درجة أو درجات، فهذا الكافر يصبح عنده الجرأة أن يظهر كفره
الله اكبر. ويظهر عداءه للمسلمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يجزيكم خير. احسن الله لك. خالد المغربي. خالد المغربي. أشهد أن لا إله إلا الله. رب السلام عليكم. حيا الله.